اهلا، السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من سوق السد سطات. تحياتي لجميع المتسابقين ديالنا في مكانو في المغرب خارج المغرب. تحيه للناس اللي كيدعمونا وكيخليو لنا لي لايك، تحيه للناس اللي كيخليو لنا كومونتيرات زوينين، تحياتي لكم كبيره اخوان في المكتب. اللهم بارك. نمشيو اخوان نزيدو نقربو شويه، مكاينش مشكل. حسن وعبد المولى، هذا اخوان الحي. تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. أول ما كدير سنو تامل لعطا، كدير سنو تامل التامل بقي مع التامل اللي بغينا، حنا بقي نعطاو فينا سنو كدير جان. شحال عندو من العام تقريبا؟ عندو 12 عام. 12 جان. والمنطقة من؟ منطقة سلا. مثلا راه عنده الوريقات الاخوان، عنده كل شيء. قالت بالحل المدنيه، اللهم بارك. مثلا على عنده الوان اللي كارتو عنده. الله يسخر لي الاخوان، مازال ما عطوش السماح. الله يجيب لي التيسير. والدنيا تتحطي تبارك الله. مليون 10000 درهم هي ألف. والأرقام ديال التليفونات ديالنا وشنو ولات من هنا على حسب كاين من أخونا وكاين من واد الزم 10000 درهم. اللهم بارك. وكاين اللهم بارك. الله يجيب لي التيسير. اللهم بارك يا اخوان. خير تبارك الله، انتم تشوفوا هذه واحد المدبر الشهرين. شوف
شوفوا كيداير السن وثمن تقريبا شحال عندو باش شحال عندو العام واصل العام شي عامين اخوان عندو عامين وريقات عندو وريقات عندو وريقات تعاطين مازال ما طولش مازال ما طولش وفين فين كابر منطقة ديالها شاطين هذا سمعنا اخوان والله سمعنا اسمع لنا واحد تعود ظن النوري 27 الله مبارك مستقبل الله زبيت زين ما عطاه والو وريقات عندو شحال عندو من عام 11 سنة والمنطقة منين هو الطاوية الطاوية تحية الناس على الطاوية تاع قلعة الثمن اش عطاو انا مليون ونص 16000 درهم انا 15000 درهم 1500 درهم اللهم بارك هذا المحكمين هذا هادو ريقات شحال ها في الزيت بس هادو شي عامين دابا منين هو منين المنطقه ديالو هو هذا ما هو 16 منين عطينا شي ثمن والو سمح لي قوي 15000 مليون و100 هي 15000 درهم 1500 اللهم بارك اخوانا تكون الشوق جدع شحال في السن والمنطقة ديالو الثمن اه 16 كاين شي عاطينو الثمن والو الثمن 5000 درهم 5000 درهم كيداير السوق اليوم تاعك ها كيداير السوق اليوم محرك شويه لا شويه الوقت كاين الشاري مواسم قليل فهمتي مازال ما طلقوهمش واقيلا باغي يكونوا مازال باقي ما قالو لي والو اخوان المواسم اذا من السوق تقلب عليك الله السلام غادي تكونوا هذاك المواسم العاديين مازال ما خباري والو ان شاء الله يكون خير نتمنى يطلقوا عندنا 5000 درهم وريقات والسن كبير شويه لا باقي صغير راه عنده 12 عام وريقات كاينين والله يسخر لك اخويا الله يسخر الله يجيب السيسي ان شاء الله يا مراد الله يعاون ويجيب لي السيسي اخوان تبارك الله دار على السوق تبارك الله اللهم بارك
قلت له تسناو خويا ربيع يلا يجيب الجموع. ربيع غادي يجيب الجموع. سمعت 11 مليون 11 مليون اللي ثابته عندنا 11 مليون اللي ثابته عنده منطقه غير من هنا للسطاح غير من السطاح الاخوان. اللهم بارك ورقاتنا هذه كلها ما عندوش الوراق ما عندوش الوراق 11 مليون اللهم بارك يا اخوان. مليح الثمن مليح الثمن يعني الوراق ماشي هما كل شيء اخوان. خمسيوة داشر مليون مية وعشر ألف درهم. اللهم بارك ربيعي عبد الله الله يحفظك عبد الله تبارك الله خيرات ما تبعش اخويا؟ لا ما تبعش متغرج وانا داخل مليون. شحال كتطلبوا فيه؟ 15 مليون هو البيع ديالو. الله يسخر لكم خويا الله يجيب لكم التيسير. ديالو في الارض هادي الارض 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 افار كون ركبنا هاديك اخويا وترليه اخوان راه متبعو لقيناش موالين باش تشاورو معاه. المهم هنا غادي نصورو نبارطاجيو معاكم راهم خارجين دابا. المهم الخير خرجات اخوان ما عرفتش الثمن بالضبط ولكن المهم هو نبارطاجيو معاكم تشوفوا نتوما. اللهم بارك بس خير موالي من الله يجيب تيسير.